ما هي أعلى مقاطع اليوتيوب مشاهدة على الإطلاق؟ أولاً أغنية ديسباسيتو رفعت في 12 من جانفي 2017 وبلغ عدد مشاهديها 6 ملايير مشاهدة للمغني لويس فونسي ودادي يانكي. ثاني أغنية أو ثاني مقطع لليوتيوب الأكثر مشاهدة على الإطلاق هي أغنية Shape of You رفعت في 30 من جانفي من سنة 2017 وبلغ عدد المشاهدات فيها 4 ملايير مشاهدة للمغني إيد شيران. ثالث أغنية هي أغنية See You Again رفعت في 6 من أبريل 2015 وبلغ عدد مشاهديها 3.9 مليار مشاهدة للمغني ويز خليفة وتشارلي بوث. رابع مقطع هي أغنية أب تاون فانك رفعت في 19 من نوفمبر 2014 وبلغ عدد مشاهداتها 3.4 مليار مشاهدة للمغني مارك رونسون وبرونو مارس. رابع مقطع للأعلى خامس مقطع الأعلى مشاهدة على تاريخ اليوتيوب هي مقطع فيلم الأطفال ماشا أند ذا بير ريسيب فور ديزاستر رفع في 31 جانفي 2012 وبلغ عدد مشاهداته 3.3 مليار مشاهدة. وبعدها تأتي الأغنية الشهيرة أغنية كاغنام ستايل رفعت في 15 من جانفي من جويلية 2012 بلغ عدد مشاهدتها 3.25 مليار مشاهدة للمغني سباي. بعدها أغنية سوري رفعت في 22 من أكتوبر 2015 بلغ عدد مشاهدتها 3 مليار مشاهدة للمغني جاستن بيبر. أغنية ميرون 5 تحت اسم شوغر رفعت في 14 من يناير 2015 وبلغ عدد مشاهداتها 2.9 مليار مشاهدة. تاسع مقطع الأعلى مشاهدة في تاريخ اليوتيوب هي أغنية Take It Off رفعت في 18 من أوت 2014 وبلغ عدد المشاهدات فيها 2.67 مليار مشاهدة للمغنية تايلور سويفت. وعاشر أغنية الأعلى أعلى مشاهدة على الإطلاق في تاريخ اليوتيوب هي أغنية رور للمغنية الشهيرة كاتي بيري رفعت في 5 من سبتمبر 2013 وبلغ عدد مشاهداتها 2.7 مليار مشاهدة.